السلام عليكم اخوتي، معكم قدور دائما في جديد. تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خاوتنا اللي في الغربة. السلام عليكم اخوتي، حبيت ندير فيديو ولو قصير برك، نتكلم على المعلق التونسي الشوالي اللي البارح في مقابلة مصر تكلم وقال باللي ارجعوا شوفوا الفيديو اخوتي، ارجعوا شوفوا المقابلة. قال بلي المنتخب الروسي دائما يهزم المنتخبات العربية، وقال وسمى فاز على منتخب تونس بهدفين، فاز على سمى المنتخبات السعودية في كأس العالم 2018 5-0 وتعادل، وسكت ما حبش يقول باللي تعادل مع من. واليوم يبكي بكاء تماسيح للمنتخب المغربي لما أقصي، وما تكلمش وما بكاش بكاء تماسيح لما المنتخب الجزائري احرج المنتخب الالماني وخرج من المنتخب الالماني من عمق الزجاجة. هذه باش نتكلموها يا الشوالي، راهي بانت الاعيبك باش نكونوا صراحة. وهذا عصام الشوالي ما يمثل الا نفسه، وما يمثلش التونسيين، ما يمثلش اخواتنا واشقائنا التونسيين. هذه نقطة حبيت نثيرها لانها لاحظتها وتبعتها مليح. الشوالي غضبان وغاضوا الحال كي المغرب خسرت واقصيت، وغاضوا الحال من المنتخبات العربية، وما غاضوش الحال كيما المنتخب الجزائري احرج المنتخب الالماني وخرجوا من عمق الزجاجة وما تكلم ولا كلمة. ونفس الشيء ما تكلمش على البارح على انه روسيا المنتخب العربي الوحيد اللي يتعادل معاه واحرجه هو المنتخب الجزائري. كبير عليك الجزائر يا الشوالي، باش تكون في علمك الجزائري اكبر منك وعيب عليك، لازم تذكر اسم الجزائر لان اسم الجزائر كبير عليك، ويعطيك الشرف انك تذكر اسم الجزائر باش تكون في علمك يا الشوالي يا تافه. في الاخير خوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.